يا كاتب التاريخ اسمعني وقل لي ما الخبر، هل راح عهد النصر ام ولى الظفر؟ اني اراهم قادمين ويحملون مصاحف الجيب الصغيره يقرؤون يرددون يرددون الله اكبر ومحمد ما مات. إني أراهم قادمين يسبحون يمجدون يقدسون ويرفعون أكفهم لله بعد الصلوات، يحللون يمجدون يكبرون يرددون الله. مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحدثنا في الحلقة الماضية أن التجار المسلمين من أهل سوريا خاصة وصلوا إلى شمال القارة الأوروبية، إلى شمال ألمانيا، إلى مدينة هايت هابو في عام 777. غريب أنه صادف في نفس هذه السنة أن وفدا من المسلمين من منطقة سرقسطة سراغوسا في الأندلس تحركوا إلى مدينة بادابورن الألمانية ليلتقوا مع القيصر ومع الملوك الأوروبيين في محاولة أن يكون هناك دفاع مشترك بين الدولة الإسلامية في جنوب أوروبا والدولة الفرنجة في شمال أوروبا، حتى تتوقف الحروب والتخاوف المتبادل ما بين الجهتين. لما رأى شارلمان كارل الأكبر أن العلاقة مع المسلمين ضرورة وضرورية بمكان، عرض على الأغالبة في تونس في عام 791 أنه من الممكن أن يتحد الفرنجة مع المسلمين في شمال إفريقيا على دحر وإنهاء فترة الدولة الأموية الموجودة في الأندلس، إلا أن الأغالبة بنعمة من الله سبحانه وتعالى وفضل رفضوا هذا العرض رفضا كاملا. ورأى شارلمان أنه لم يبقى له إلا أن يحسن العلاقة مع الدولة الإسلامية بكاملها مع الدولة العباسية. في هذه الفترة تم تبادل الوفود ما بين بغداد بهارون الرشيد وبين آخن وشارلمان كارل الأكبر، وفي عام 791 أتى وفد من بغداد إلى آخن محملا بالهدايا، دليلا على حسن التعاون وعلى السلم الموجود بين المنطقتين. وأرسل شارلمان وفدا بعد 5 سنوات في عام 796 إلى بغداد من 2 من علمائه ومترجم إلى اللغة العربية من اليهود الذين كانوا يقيمون في هذه المنطقة، وكانت عندهم مهمة أساسية أن يتعلموا من بغداد كل العلوم التي يسمعون أنها موجودة في بغداد في كافة المجالات، خاصة ما كان يهتم به ملوك أوروبا أنهم يتعجبون أن الخليفة يجلس في دمشق أو يجلس في بغداد ويحكم كل العالم الإسلامي دون أن يضطر أن ينتقل من مدينة لمدينة ولا من إقليم إلى إقليم، بعكس الملوك والقياصرة في أوروبا أنه كان من الضروري أن يتواجد باستمرار في كل الأقاليم وفي كل المدن، وإلا تضيع منه هذه الأقاليم إلى الجيران أو أن القادة العسكريين يؤسسوا دولة جديدة ويغتصبوها من الملك أو من القيصر. بقي هذا الوفد في بغداد لمدة 5 سنوات، وفي عام 801 بدأ يتحرك هذا الوفد عائدا من بغداد إلى آخر من جديد. في هذه الأثناء كان شارلمان قد ترقى في انتخاباته، بعدما كان ملكا صار قيصرا، صار ملك الملوك عند الأوروبيين، فأراد هارون الرشيد أن يرسل له هدية ضخمة بضخامة منصبه، فأرسل له فيلا أبيض
كبير الحيوانات إلى كبير الملوك. وكان الأوروبيون لم يروا قبل ذلك الفيل نهائيا، وبدأوا يعني يرافقوا الفيل في حركته الذي أتى من بغداد إلى شمال إفريقيا إلى تونس، ومنها بحرا إلى إيطاليا حتى وصل إلى آخن. غريب أن هذا الفيل لم يتحرك برا عن طريق تركيا، ولم يتحرك برا عن طريق المغرب وإسبانيا، لأن منطقة تركيا كانت منطقة تعارض الدولة القسطنطينية، هناك كانت تعارض دولة الفرنجة، ومنطقة الأندلس فيها الدولة الأموية التي تعارض الدولة العباسية. فلم يبقى من طريق طبيعي بين الدولة الإسلامية وبين أوروبا أأمن الطرق وأقصرها عن طريق تونس. هكذا تحدث البابا وتخوف من تونس قبل ذلك. المهم أن الهدايا التي أتت إلى آخن كانت عجيبة. من ضمن هذه الهدايا الساعة المائية، نعرف نحن ساعة قصر الحمراء، هذا الحوض باثنى عشر أسدا، وفي كل ساعة يصدر الماء من أحد الأسود. يتعرف الناس على التوقيت، إبداع تقني هندسي ميكانيكي دون حاجة لكهرباء ولا التكنولوجيا الحديثة. زاد الصانع المسلم في هذه المرحلة حتى أتت الساعة إلى آخن في عام 802 مع هذا الفيل، أنصار 12 فرسا، يصدر في كل ساعة الماء من أحد هذه الخيول، ومعها كرة من الرصاص تقع على طبق من النحاس فتعطي صوتا إضافيا للماء الموجود. وفي الليل تشتعل الإضاءات الملونة عن طريق الزيوت المختلفة في هذا الحوض في كل ساعة، أصفر وأزرق وأحمر وقرمزي، حتى يساعد على معرفة الساعة حتى في الظلام. هذه الإبداعات تحول الجامعات في ألمانيا، جامعة آخن وجامعة دورتموند، منذ أكثر من 15 سنة أن تعرف عن هذا السر، كيف كانت تعمل هذه الساعة دون الحاجة للتقنيات الحديثة. لم يصل إلى هذا السر. هذا السر من الإيمانيات، هذا السر من فضل الله سبحانه وتعالى وفتوحاته. نحمد الله سبحانه وتعالى أن وهبنا يوم الأيام هذه الفتوحات، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيدها إلينا مرة ثانية، يوم أن نستحق أن نكون خير خلف لخير سلف، ونكون بذلك جميعا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر يوم خير أمة أخرجت للناس. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.